بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا النبي المرسلين محمد النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين سيدات انسات سادات سعد الله اوقاتكم من الله بكم معكم احمد اليوم حلقه جديده عن عنصر البور او البورون هذا العنصر يعتبر من الشبور اليمنتي يعني العناصر النادره والسؤال اللي يطرح نفسه هل هذا يعتبر من العناصر الاساسيه فعلا للانسان ام لا سنتعرف على ذلك في هذه الحلقه باختصار شديد البور هو عباره عن عنصر طبعا هو تواجد في الجدول الدوري رقم خمسه لونه اسود صلب عديم او ضعيف التوصيل للحراره او للكهرباء ويعتبر طبعا من ال هل بتالي أشباه المعادن أو العناصر طب سؤال الآن هل هو ضروري فعلا الإنسان أم لا وما هي أعراض نقصه والزيادة فيه والحاجة اليومية ستعرف على ذلك بعد الفصل اما اهميته فالحقيقه صار في دراسات كثيره بس قبل هيك لازم نعرف انه البور هو بالحقيقه في الطبيعه لا يتواجد على شكل امنتارش الا نادرا يعني غالبا يكون مع مركبات سواء هيدروجين او اكسجين ويكون ضار جدا وسام جدا حقيقه اذا كان مع الهيدروجين ويكون على شكل بوراكس مع الاكسجين مثل مثلا معدن بوراكس، بوراكس هذا عباره عن اكسيد هيدروكسيد البورونيوم الصوديوم المائي. وطبعا يكون سام خاصة للحشرات طبعا هو أثبت الدراسات فعلا أنه مهم جدا البور لنمو النباتات والحيوانات بالنسبة للإنسان الآن صار في دراسات كثيرة في منها أثبت جزئيا في منها كليا جزئيا مثلا أنه دوره البارز في العظام وفي مثلا عمليات الاستقلاب والأيض وفي القدرات العقلية أما الشغلات اللي أثبتت فعلا رسميا وأثبتت بالوجه الشرعي أنه فعلا مهم جدا للإنسان اللي هي خاصة أنه بزيد ويساهم في زيادة ما يسمى بالهرمونات الجنسية سواء للذكرين، للذكر أو الأنثى، أو الجنسين. بالنسبة للذكر بيرفع من هرمون التستوستيرون وبالنسبة للأنثى بيرفع برضه من هرمون الأنثوي الجنسي اللي هو الأستراديول. طبعًا فعلًا ثبت إنه يرفع من هذه الهرمونات وساهم فيها بشكل كبير جدًا، وكذلك المهم اللي أثبت كذلك إنه له دور مهم جدًا في عمليات القدرات العقلية وفي وظائف الدماغ. ويساهم فيها بشكل كبير جدا ثالثا من أين يتواجد؟ يتواجد الحقيقة زي ما حكينا في الطبيعة من النادر أنك تلاقي إليمنتارش فقط بور إنما يتواجد أكثر شيء مع مركبات خاصة مع الأكسجين زي البوراكس مثلا اللي ذكرناه قبل شوي وبيكون بيكون سام شوي نوعا ما اذا كان مع الهيدروجين ماشي طيب اين تواجد مناجم اكثر شيء يعني الدول موجود اكثر شيء في كاليفورنيا في صحراء موجافي في الولايات المتحده الامريكيه كذلك تواجد الارجنتين وتواجد في كذلك في تركيا الان وين تواجد ايضا كذلك في مياه البحر وتواجد بشكل كبير وفي المياه الجوفيه وفي المياه المعدنيه اما بالاطعمه وين يتواجد؟ يتواجد الحقيقه في الحبوب اكثر شيء في الملفوف الاخضر، يتواجد في الخيار، يتواجد في المكسرات، يتواجد في الافوكاتو، يتواجد في كذلك الشمندر وفي الدراج والخوخ وفي الكرفس وفي الفجل. اكثر شيء يتواجد هون. طيب الحاجة اليومية حسب منظمة الصحة العالمية من واحد لاثنين ميلي جرام ممكن لواحد لثلاثة ميلي جرام. يتواجد بجسمنا حقيقة بكميات قليلة يعني 0.07 فقط بي بي ام ماشي والحاجة مش لازم تزيد اليومية عن 3 ميلي جرام. طيب أما النقص فيه، الآن النقص فيه لماذا يحدث؟ يحدث نقص فيه باختصار شديد بسبب سوء التغذية أو نقص التغذية أو مثلا استعمال الأدوية أو مثلا عمليات أو مثلا الناس اللي الله يشافيهم اللي بياخذوا علاج كيماوي اللي عندهم سرطان أو مثلا إدمان على الكحول أو السترس الدائم. طبعا اعراض النقص قد تكون الم في المفاصل تقلص في العضلات مثلا او في وضعف وقد تصل الى هشاشه العظام وضعف في جهاز اخيرا الم... بد زيرونج يعني افراط فيه طبعا افراط فيه لا يحدث فيه الا نادرا ليش لانه اذا كانت كميه اليومية عن 100 ملغ طبعا هذا انا بشوفه نادر جدا انه يحدث لانه البورغ زي ما حكينا عنصر نادر اذا حدث لكن ولا بد وكانت الكميه فوق ال 100 ملغ في اليوم فيجب معالجتها فورا في المستشفى عن طريق غسيل المعده لانه بصراحه قد تؤدي الى اثار لا يحمد عقد. بها طبعا وصعب جدا تكون مثل خساره الوزن اعراضه مثل مثلا التهابات في الجلد والحكه وكذلك بالنسبه للاناث نزيف واضطراب في الدوره الشهريه فقر الدم ممكن سبب تلف في الكبد والكلى ممكن سبب كذلك يعني مشاكل حتى في امراض نفسيه زي الاكتئاب ممكن يسبب برضه كذلك غثيان اسهال تقيؤ يعني نحن في غنى عنها بس انا بشوف هذا الوضع يعني صعب شوي انه يعني يحدث انك تحصل على 100 ميلي جرام باليوم من البور هذا صعب جدا بس هذا كل شيء كان سنسور البور طبعا انا نسيت احكي بالبدايه انه له استعمالات كثيره كذلك غير انه مفيد لصحه الانسان انه يستخدم كونه عازل للكهرباء يستخدم كثير من المواد العازله طبعا يستخدم في مواد التنظيف لانه مبيض يستخدم كذلك في كونه يعتبر سام جدا بالنسبه للحشرات يعتبر يصنع كمبيد حشري كذلك يستخدم في صناعات الالعاب الناريه مثلا طبعا كثير الاستعمالات انه اللي بيهمنا الان في هذه الحلقه انه مهم جدا ثبات فعلا انه لصحه لصحة الإنسان خاصة للصحة الجنسية بس هذا كان كل شيء عنصر بورش شارل تكون حلقة عجبتكم عجبتكم ما تنسوا الاشتراك كان معكم حميد سوركم الإصغاء وإلى اللقاء